طبعا الجد جاسم هو اللي كان ثاني حملة في المبرة قبل أنا ما أجي. طبعا جدي كبرت عنده الشغلة وقام يجيب حجاج من الأمارات، كما كان طريق الأمارات معبد أو طريق كلها رمل، فكان يجيبونه عن طريق الظهرات يتوجه إلى المدينة المنورة. نقعد في المدينة المنورة طبعا من تاريخ 20 القاعدة، نقعد 8 أيام. في تاريخ 30 دار القاعدة أو 29 يتوجه إلى مكة. طبعا يقولون لي الشبان إن أول حملة في المبرز بالبعارين حملة العلي، إنه هذا البيت حقهم الآن فيه العم عبد الرحمن العلي. الحجاج أول ما تمرين يقيلون هنا، كانوا يجون هنا بعض الساعات لأن يأخذون الطبابيخ والصبيان من هنا من الحسن. بعدين يتوكلون على الله على المدينة.